بلح الشام. بلح الشام اسمه هو أفضل دليل على أصله، فهو واحد من أشهر وأهم الحلويات الشامية اللي انتشرت في الوطن العربي كله من مئات السنين. ورغم أنه بيسموه في العراق دخلي وفي تركيا طولومبا، إلا أن بلح الشام هيفضل علامة من علامات المطبخ الشامي. لكن يا ترى إيه هي حكاية بلح الشام؟ روايات تاريخية كتير اختلفت في تحديد أصلها، لكن أقرب الروايات بتقول إن مخترع النوع ده من الحلويات كان بيعشق أكل البلح، ولأن الجو كان شتا ومفيش بلح غير في الصيف، فقرر يخترع أكلة تكون أقرب للبلح في الشكل والطعم. ولما نجح اختراعه وعجب الناس قرروا يسموه بلح الشام.